غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو استاذ رامي، كيف حالك استاذ رامي؟ تمام، لعلك بخير، ربي يباركك. الحمد لله على البيت. اهلا وسهلا بيك، معك ابو مريم من امريكا استاذ رامي. طبعا انت فاكرني حضرتك بصوتي بقى طبعا. معك ابو مريم من امريكا، ابو مريم وسام عبد الله. اهلا بيك استاذ رامي. انا عارف انت راجل مؤدب وراجل محترم، وكنت سبت لك اكتر من مره رساله على اساس كنا عاوزين نعمل مناظره مع البابا في اي موضوع مسيحي. هل الكتاب المقدس كلام الله؟ هل الكتاب، هل بولس رسول المسيح؟ هل المسيح هو الله؟ الفداء والصلب، الخطيه الاصليه. انا اتصلت بحضرتك كذا مره وبلغتك الرساله وقلت لك يا ريت تبلغها للبابا يعني. طب اذا كان البابا غير قادر، هل في حد في الكنيسه المصريه ممكن يناظر في اي موضوع مسيحي يختاره؟ وحضرتك تبع ايه اصلا يعني؟ تبع استاذ رامي يعني ولا ايه؟ انا استاذ رامي اتصلت بيك كتير قبل كده، انت عارفني، انا اتصلت بيك اتصلت بيك اكتر من مره ابو مريم او وسام عبد الله. برنامج يعني هل في البابا او واحد من الكنيسه ينوبه ويعمل مناظره في اي موضوع مسيحي يختاره؟ المحدث الاعلامي اتصل اي حد في اوروبا؟ لا عملت، هقول لك استاذ رامي قبل كده الانبا شنود لما كان عايش ينوب ويعمل مناظرة، بس اللي حصل كالآتي. هما اللي حصل ان القمص عبد المسيح قال لي انا هعمل معك عشرات المناظرات، عمل المناظرة الاولى وبعد كده حاجة الشهر انتهى المناظرة واحدة نعمل كنيسة، بس هي مرة وما اتكررتش مرة تانية ابدا. البابا نفسه انا اتصلت بيه مرتين، المرة الاولى البابا رد وقال لي هي دي مكالمة سليمة، اقفل اقفل التليفون، مع انه كلامه بيخالف تعليم الكتاب المقدس، لأن رسالة بطرس الأولى 3:15 كونوا دائما مستعدين. حضرتك نعم حضرتك انت، حضرتك انت روح اتفضل. حضرتك انا بعتذر عن مفاضلة، شكرا. شكرا استاذ رامي، شكرا. كان معنا لواء مباشرة الآن الأستاذ رامي، الأستاذ رامي السكرتير السابق للأنبا طوادس، وعليه اتصالات جدا جدا جدا. السكرتير السابق للأنبا طوادس، سكرتير شخص، سكرتير شخص للأنبا طوادس، وخاصة مكان التوادس في الجامعة. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله تدبرها وقد سواه؟